هستأذن بقى منك عشان انا همشي. اتفضل. وانا هخفى. شوفي يا تيتا، احنا طبعا رايحين نقعد يا تيتا. بنتي هو لو جه وقالك عايزين نرجع مع بعض وخلاص ارجعي، كله عشان عيالك. حاضر يا ماما. لانه هو هيجيب امه وهيجيلك يا حبيبتي. انا عارفه اللي ابني ظلمك كتير وكان بيهينك، بيهين بنتك والله العظيم. هي ضحكت عليه، هي صاحبه بنتك، وهي خلاص قالت له بقى، هي يعني هي تركته والله العظيم، هي مش سابته. رجعي مع ابني، وهو اول مره واخر مره هيعمل حاجه زي كده معاكي. وطبعا انتوا الاثنين بيتحبوا بعض، ما تسيبوش بعض لاي حاجه. انا بحبك والله يا ميرا، وعرفت غلطتي ان انت بتحبش حد يجي، وامتى تدوني. خلاص خلاص انا اسف على فكره، معلش. ماما انت وبابا خلاص هتدعوا؟ قعد ساكتة دلوقتي. ماما ارجعي حبيبتي عشان عيالك، ودي على فكرة دي اول مرة واخر مرة. لو عمل كده نفس العملة دي بنتي مش هترجع لكم مدة ما يعيش. ماشي. اول حاجه الحب والصداقه، ومالكوش اي حاجه. يا رب كانت القصه دي عجبتكم. اول حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشير وسبسكرايب للقناه عشان عيلتي تكبر بيكم، وصار مننا الحاجات الحلوه دي مني. وتوتا توتا توتا وخلصت الحال، توتا وخلاص خلصت حكايتنا، ومع السلامة يا أحلى ناس.